أثر على آخر تطورات المشهد في أفغانستان بعد سقوط هرات وقندهار بيد حركة طالبان، اقتراب الحركة من كابل. ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأفغانية كابل المحلل السياسي الأفغاني نصير أحمد. أهلا بك معنا سيد نصير. أهلا وسهلا. أهلا بك سيد نصير. يعني بحسب تقييم استخباراتي أمريكي فإن حركة طالبان قد تحاصر كابل في غضون 72 ساعة. برأيك هل الواقع الميداني يوحي بذلك، خاصة بعد أن باتت طالبان يعني قريبة من كابل 100 كيلومتر؟ طبعا المدن الأفغانية والاستراتيجية، وهذا دخول العاصمة الأفغانية كابل طبعا يتوقف على دور الدول الداعمة للوضع السياسي والأفغاني وعملية المفاوضات، الدول الداعمة والدول المانعة. هؤلاء طبعا على اتصال وعلى يعني مفاوضات مع الجهتين، ففي حال قيام هؤلاء مفاوضات السلام وعلى الأقل إجبارهم على وقف القتال و يعني هدنة مؤقتة، من شأنه عدم دخول طالبان إلى كابل وبالتالي الوصول إلى تسوية سياسية ربما تمهد الطريق إلى حكومة انتقالية. هذا هو السيناريو المحتمل. أما في حالة يعني عدم اهتمام الدول العالمية والدول الداعمة للسلام الأفغاني، فإن طبعا طالبان كونها مسيطرة على الأوضاع الميدانية والأوضاع الأمنية لا شك أنها على مشارف أبواب كابل، وبالتالي فإن سيطرتهم على الكابل غير مستبعدة في ظل غياب القوات الأفغانية وانشغالها في جبهات القتال في مختلف الولايات الأفغانية. يعني الرئيس أشرف غاني تعهد بتعبئة الجيش لصد طالبان مع استمرار زحف الحركة نحو كابل، هل لربما تشهد أفغانستان حربا أهلية طاحنة إذا ما دخلت بالفعل طالبان كابل؟ لا أعتقد أن أفغانستان ستشهد حربا أهليا، لأن هناك حاليا على جبهات القتال طرفين وهما الحكومة الأفغانية وطالبان. الأطياف الأفغانية والساسة الأفغانية والشعب الأفغاني كعامة تعبوا من الحرب ويعلنون دائما يعني الوصول إلى الاستقرار ومتعطشون للسلام حتى يحل الأمن والاستقرار في البلاد. الحروب الأهلية غير واردة، المناطق التي سيطرت عليها طالبان مستقرة وآمنة، و أيضا المراكز التي تتواجد فيه القوات الأفغانية لا توجد هناك مشادات أو يعني اشتباكات بين الأطياف والجماعات الموجودة، خصوصا المسلحين الموجودين من القادة الجهاديين السابقين. لا أعتقد أن الحرب الأهلية يعني واردة في أفغانستان، ولكن الكل يعني مهتم والكل بدأ يسعى، حتى الرئيس الجمهورية اليوم عقد مجلسا بمشاركة عدد من الساسة والمسؤولين في الرئاسة الجمهورية لتشكيل هيئة يعني ذات مستوى رفيع من أجل متابعة الشؤون. المجتمع الدولي من جهته يعني بدأ يطلق تصريحات رافضة لهذا التقدم لطالبان، وأيضا يعني مهددا بأنه لن يعترف بسيطرة طالبان على هذه المناطق. السؤال هنا، هل يمكن التعويل على أي دور للمجتمع الدولي لكبح تقدم طالبان؟ طبعا المجتمع الدولي يعني منذ فترة يعني هي قامت بإرسال رسالات وحذرت طالبان من دخول المدن، ولكن
إلى الآن يعني لم نشهد أي رد فعل من تلك الدول وطالبان في مزيد من التقدم، وأيضا تدخل تلك الدول في الفترة الحالية لا يرغبه أحد، لأن دخول القوات الدولية ويعني قيامها بعمليات جوية ربما تؤدي. نعم سيد نصير، بالنسبة للولايات المتحدة مسارعتها بإجلاء رعاياها من السفارة الأمريكية في كابل، ويعني تنبيهها أو يعني كأنما سلمت بالأمر الواقع، إلى ماذا يوحي ذلك؟ في اعتقادي أن الولايات المتحدة وبعض الدول التي قامت بإجلاء مواطنيها وبعثاتها الدبلوماسيين، في اعتقادي أن هذا احتياطي وليس تخوفا كبيرا مثل المواطنين الأفغان، لأن تلك الدول لديها قوة أطق على الجانبين على الأقل لوقف إطلاق النار وعدم دخول كابل. ولكن هناك طبعا يعني في ضواحي كابل والمديريات التي تقع في شمال وغرب كابل هناك جماعات أو قيادات سابقة جهادية مسلحين، وهؤلاء قاموا بتوزيع الأسلحة استعدادا لمواجهة طالبان، ومن شأن ذلك أن يقوم هؤلاء بردة فعل لطالبان والقيام بأعمال يعني قتالية مقابلة لطالبان. ربما لا تستطيع تلك الدول على سيطرة الوضع حينئذ، ومن ثم من الممكن أن تتحمل رعاياها الضرر، فبذلك فإن إجلاء السكان ومواطني تلك الدول ربما هي لفترة محدودة وليس بالشكل الدائم. نعم، إذن من العاصمة كابل كنت معنا المحلل السياسي الأفغاني نصير أحمد، شكرا جزيلا لك.